انضم كامارونيزي إلى نادي يوفنتوس في عام 2002 قادماً من فيرونا. تعد رحلته مع السيدة العجوز هي الأفضل والأطول في مسيرته، ومع اليوفي بدأ بحصد الألقاب، ففاز بالألقاب المحلية كالدوري الإيطالي، وعلى الصعيد الأوروبي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2003، وظل وفياً ليوفنتوس بعد قرار تهبيطه إلى الدوري الدرجة الثانية. استمرت رحلته مع السيدة العجوز حتى عام 2010، خاض خلالها 242 مباراة وسجل فيها 27 هدف. تعليق يوسف محمد لصفحة اليوفنتوس.